الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني ينظم مسيرة لنصرة غزة في العاصمة نواكشوط تحت عنوان على درب الشهداء ماضون. المسيرة رفعت فيها شعارات تندد بما يحصل في قطاع غزة وتعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يباد منذ 7 أكتوبر العام الماضي. لا يجب التخلف عن نصرة فلسطين، ونحن نشاهد ما يعمل الصهاينة المعتدون بالشمال. إن وضع شمال غزة هذه الأيام لا يترك لمؤمن راحة، ولا يترك لمؤمن كسلا، ولا يترك لمؤمن دعاء، فهو يرى إخوانه يقتلون ويجوعون ويحاصرون ويهجرون. إن من لم تحرك هذه الأحداث فهو الميت حقا، وهو الذي فقد كل أنواع الإنسانية وشعب الإيمان وخصاله. إن هذه المعركة عظيمة الألم، عظيمة الأذى، شديدة الهول، لكن عاقبتها حميدة بإذن الله تبارك وتعالى. وشهدت المسيرة المناصرة لغزة مشاركة عدد من الأئمة والدعاة وكذلك عدد من السياسيين، إضافة للمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، حيث أكدت وقوفها ودعمها اللامشروطة للقضية الفلسطينية. إننا في المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، نؤكد أننا سنظل في هذا الطريق، طريق دعم المقاومة، وأن كل محاولة لإخفاء صوت المقاومة في موريتانيا هي محاولة يائسة. إن الشعب الموريتاني يجب أن يستمر بهذا الطوفان، يجب أن يستمر صوت المقاومة هنا على أرض المنارة والرباط. وتشهد موريتانيا منذ 7 أكتوبر العام الماضي تاريخ طوفان الأقصى، مسيرات ووقفات احتجاجية داعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومنددة بالمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الصهيونية.